أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فاتقوا الله ما استطعتم صدق الله العلي العظيم. كلمات نسمعها كثيرا، بعبارات مختلفة، والمضمون واحد، يقول أحدهم: أنا عندي هدف مقدس، أريد أن أهدي هذه البنت، فيلزم أن أقترب من قلبها، أصافحها، أقبلها، حتى أتمكن أن أهديها شيئا فشيئا. يقول الآخر: هذا الشاب المنحرف إذا أردت هدايته يلزم أن أقترب منه، أن أتماشى معه، أحيانا نسمع معه الغناء، أذهب معه إلى أماكن قد تكون محرمة، حتى تكون بيني وبينه علاقة وثيقة، أتمكن أن أجره إلى الطريق، وأمثال هذه الكلمات. بصريح العبارة، بكلمة موجزة، أقول لكم من الأخير: الله سبحانه وتعالى لا يريد منك خدمة الدين بصورة مطلقة، يريد منك خدمة الدين في الإطار الديني. الله سبحانه وتعالى لا يريد منك هداية الناس إلا في الضوابط الشرعية، لا يريد منك المداراة مع الناس إلا في الأطر الدينية.
السعي لهداية الناس من أهم الواجبات، مداراة الناس من أفضل الفضائل، ولكن لا على حساب دينك. الإنسان يلزم أن يكون منضبطا في الإطار ويعمل لخدمة دين الله ويسعى لهداية الناس ويكون مداريا. ربما تقول كما يقولون أنك بهذه الطريقة لا تتمكن أن تخدم الدين، لا تتمكن أن تهدي كثيرا من الناس. أولا، الذين خدموا الدين عصوا الله عز وجل أم كانوا أكثر الناس التزاما بالدين؟ مثالنا الأعلى هم أهل البيت آل محمد صلوات الله عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يوجد أحد رفع الدين مثلهم؟ حاشا. خرجوا من الإطار؟ حاشا لله عز وجل. كم كانوا ملتزمين بالدين؟ هل قبلوا هذا الشعار خدمة الدين ولو على حساب الدين؟ أبدا، كلا وألف كلا. كان شعارهم أعلى درجات الانضباط الديني. أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يتمكن أن يقول كذبة واحدة صغيرة يوم الشورى ثم يأخذ الحكم، يرفع دين الله سبحانه وتعالى. لو كان الحكم بيد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماذا كان يصنع؟ 4.5 سنوات كان الحكم بيده، صنع جنة، جنة على وجه الكرة الأرضية. اقرأوا تاريخ أمير المؤمنين صلوات الله عليه. كان يتمكن بكذبة واحدة؟ لا أبدا، لا أقول كذبة، أرفع دين الله عز وجل بطاعة الله. هذه الخدمة الجليلة أصلا فوق كلمة الجليل، نحتاج كلمات ثانية أصلا. الذي صنعه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مع ذلك ما رضوا أن يعصوا الله عز وجل لأجل رفعة الإسلام. لا، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كانت له فترة إجمالا مريحة بالنسبة إلى بقية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في فترة الصراع بين بني أمية وبني العباس، ربى آلاف من العلماء، أجيال وأجيال رباهم. الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه هو الإمام الصادق، ولكن كانت ظروفه مختلفة. كان يتمكن أن يكذب، كان يتمكن أن يداهن هارون، كان يفسح له المجال كما فسح المجال لأولئك الآخرين. كذبة واحدة، كذبة بيضاء كما يقولون. أبداً أبا، لو كان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يتماشون بعض الشيء ولو بالقول مع الطواغيت، كانوا يقتلونهم الطواغيت؟ لا، كان يفسحون لهم المجال. فكان الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه يتمكن أن يربي آلاف أجيال على حساب ماذا؟ على حساب أن يؤيد ولو قولا طاغوتا. أبدا. تربية أجيال من أهم الأمور، من أعظم الخدمات للدين.
هؤلاء الأساطين على حساب ماذا؟ على حساب ذنب صغير أبدا. أحد العباقرة من الفقهاء قالوا له اكتب تأييدا لحاكم طاغوت وإلا فسنسجن ابنك وسنحرقه وسنعدمه. قال لا أكتب أبدا ولا كلمة تأييد. أحد الشخصيات رأى واحد من المقربين لذلك الفقيه من تلاميذه قال له أبلغ المرجع الفلاني أنك شخصية صاحب قدرات كبيرة علمية، قدرات كبيرة نفسية وروحية، أكتب كلمة تأييد للطاغوت يفسحون لك المجال تتمكن أن تخدم الدين. هذا الواسطة هو من تلاميذ ذلك المرجع، قال له لا يحتاج أن أبلغه، أنا أعطيك الجواب الذي يقوله، أنا أعرف، أنا تلميذه أعرف جوابه. جوابه أنه كما أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما رضوا بذلك، هذا الشخص أيضا لا يرضى بذلك. كما أن مثاله كان مثال هذا الواسطة، مثاله كان الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، قال له ما تقوله الإمام موسى بن جعفر كان يتمكن أن يصنعه، وكانت رفعته للإسلام مئات آلاف ملايين أضعاف هذا المرجع، ما صنع الإمام موسى بن جعفر، ما قبل، وهذا أيضا سوف لا يقبل. أخدم الدين بالخروج عن الإطار الديني، الله عز وجل لا يريد هذا الشيء. الله عز وجل يعرف كيف ينصر دينه، يرفع دينه. فرضا ما تقوله صحيح، أنا لا أتمكن أن أخدم الدين، أن أهدي الناس إلا بالحرام، خلاص التكليف مرفوع عني، ليس واجبا علي. أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى، إلهي أنا كنت ما أتمكن إلا بالمعصية أن أخدم الدين، خلاص ليس عليك تكليف. لو كنت صادقا، والذين خدموا الدين ما خدموا الدين بمعصية الله، كان يمكن، أقول لو كنت صادقا التكليف مرفوع عنك، خلاص. أنا لا أقول الإنسان لا ينتبه إلى العناوين الثانوية، العناوين الثانوية جزء الدين، العناوين الثانوية تحكم العناوين الأولية، نعم هذا جزء الدين. التزاحم بين الواجبات بين المحرمات هذا شيء وارد، وفي التزاحم يقدم الأهم على المهم حسب الضوابط، هذا جزء الدين، لا ننكر هذا الشيء، ولكن أن تخرج من الإطار الديني لا بعناوين ثانوية صحيحة، لا بتزاحم وأمثال ذلك، لا، لأنني أريد أن أقدم خدمة للدين أعصي الله عز وجل، هذا ليس منطقا صحيحا. أذبح انضباطي الديني في سبيل أن أخدم الدين، هذا أكبر خطأ. نعم يلزم أن نتعلم العناوين الأولية والعناوين الثانوية، ما عرفت ذلك، ما تعلمت ذلك، أسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول فللعوام أن يقلدوه. نعم ارجع إلى الشخص الذي يعرف، أنا كنت لا أعرف الدين، أسأل ممن يعرف الدين، لماذا نحن نقلد؟ لأنني أعرف زاوية من الدين والفقيه يعرف زوايا كثيرة من الدين.
لأني أعرف قانونا واحدا هو يعرف عشرات القوانين الدينية. هذا صحيح، هذا ليس غلطا، هذا ليس خروجا عن التدين. العناوين الثانوية جزء الدين، التقية جزء الدين، الضرر جزء الدين، قاعدة لا ضرر. العناوين الثانوية جزء الدين، هذا ليس خروجا عن الدين. أما أن أستبد برأيي، أنا لا أتمكن بهالمنطق، أنني لا أتمكن إلا بهذه الطريقة، لا أتمكن أن أهدي الشخص إلا أن أستمع معه إلى الغناء، لا، هذا ليس منطقا صحيحا. الالتزام الديني، ضح بكل شيء ولا تضح بالتزامك الديني، ضح بكل شيء حتى، دققوا، حتى لو اقتضى الأمر، كلمة خطيرة أقولها ولكن انتبهوا لما أقول، لو اقتضى الأمر أن تحافظ على انضباطك الديني في سبيل محرمات وواجبات لا بأس. كلام جدا عجيب، يعني الانضباط والالتزام الديني أهم من الواجبات والمحرمات. يعني ماذا؟ يعني شخص والعياذ بالله تعالى مبتلى بالعادة بشيء محرم، التعود على الحرام، هذه من المشاكل الكبرى في حياة الإنسان. مرة الإنسان يرتكب محرما، مرة متعود على حرام، أي عمل حرام، هذه مشكلة. يريد أن يترك هذا الحرام، يترك الحرام فترة ثم يرجع إليه، يترك مرة ثم يرجع إليه، لا، كلام جدا خطير، جدا جدا خطير. لو اقتضى الأمر أن تستمر في الحرام، لو اقتضى الأمر أن تستمر في الحرام على حساب الانضباط الديني، يعني اقطع من الحرام شيئا صغيرا والتزم، بعد فترة اقطع من الحرام شيء آخر والتزم، التزام، بعد فترة اقطع شيئا آخر من الحرام وهكذا اترك الحرام. طبعا هذا سيطيل مع الإنسان فترة 6 أشهر مثلا، سنة، لو كان الانضباط الالتزام أنا عندما تركت هذا الجزء خلص لا أرجع لهذا الجزء، التزم، انضبط حتى لو طالت المدة. لا أريد أن أذكر مثالا في المحرمات، صعبة بعض الأمثلة، أذكر مثالا في المكروهات، طبقه على المحرمات. شخص تعود على عمل مكروه مثلا، ماذا من المكروه؟ مثلا تعود على كثرة النوم، بعض الناس هكذا ينام أكثر من اللازم، يريد أن يقلع نفسه، يترك فترة، ينام فترة قصيرة بالمقدار حاجته، ثم مرة ثانية يرجع إلى عادته، ومرة أخرى ومرة ثالثة ورابعة. بعض الناس لفترة سنوات يحاول أن يترك شيئا تعود عليه، شيء سيء بنظره، لا يتمكن. لا تقلل نومك ساعة وساعتين وثلاث ساعات، قلل نومك 5 دقائق فقط، اجعل المنبه كل يوم تنام مثلا فترة معينة، قلل من هذه الفترة 5 دقائق ولكن التزم، عندما تسمع صوت المنبه قم خلص، بعد فترة 5 دقائق، بعد فترة 5 دقائق، لمدة سنة قلل الساعة، ساعتين ثلاث ساعات الزائدة. هذا أحسن من أنك مرة واحدة تقول لا
هذا اتلاف للعمر، انا انام هكذا بالفعل، النوم الزائد اتلاف للعمر، هذا العمر الثمين. اقطع، لا 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 تقطع، اعمل هذا المكروه لفترة الى ان تتمكن الالتزام. بالالتزام تتمكن، بالانضباط تتمكن. شخص يأكل كثيرا الى حد التخمة، هذا من المكروهات، لا يتمكن أن يترك. بعض الناس عندهم مشكلة الشره في الأكل، لا يتمكن أن يضبط نفسه، لا بأس، كل إلى حد التخمة كل يوم، قلل من طعامك لقمة واحدة فقط وانضبط. طبعا لفترة سترتكب هذا المكروه، اللقمة الواحدة لا تؤثر، لا زلت تأكل إلى حد التخمة، لا بأس. اعمل المكروه في سبيل أن لا تضحي بانضباطك الديني، هذا في المكروه. طبعا طبق ذلك في المحرمات. الالتزام أهم حتى من الواجبات والمحرمات. التزام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إيه القضية؟ قضية التزام، قضية تدين. أنا المهم عندي أن أتدين، ألتزم، أنضبط، أتقيد، عبر ما شئت. إخواني، حتى ليس فقط في الواجبات والمحرمات، حتى في المستحبات عندنا أوامر وأوامر، روايات وروايات تحث على الالتزام. مع أنها مستحبات، مثلا المستحبات ليس فيها أهمية مثل الواجبات. شخص دخل على الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ لكم العبارة نفسها. فقال: جعلت فداك إني اخترعت دعاء. أنا كنت في ظرف صعب، اخترعت دعاء. يريد أن يعرض دعاءه على الإمام عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: دعني من اختراعك، اخترعت دعاء. مع أن اختراع الدعاء ليس محرما، أنت تعرف طريق الدعاء، أنا أعلمك الدعاء، أنت عند إمامك. اخترعت دعاء. التزم، انضبط. قال عليه الصلاة والسلام: دعني من اختراعك، إذا نزل بك أمر، يعني أمر صعب، فافزع إلى رسول الله وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم الإمام عليه الصلاة والسلام علمه الصلاة ودعاء يدعو به بعد الصلاة، يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغ روح محمد مني السلام، وأرواح الأئمة الصادقين سلامي، واردد علي منهم السلام، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته، إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: ثم خذ لحيتك بيدك اليسرى وابكي أو تباك. نوع تواضع، نوع تذلل للنبي صلى الله عليه وآله. ثم خذ لحيتك بيدك اليسرى وابكي أو تباك وقل: يا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، يا رسول الله، أشكو إلى الله وإليك حاجتي وإلى أهل بيتك الراشدين حاجتي، وبكم أتوجه إلى الله في حاجتي، إلى آخر الدعاء. مع أنه في المستحبات، لا، المهم الالتزام، انضبط حتى في هذه الأمور، مع أنها أمور بالنسبة للواجبات والمحرمات أمور ثانوية لا أعتبرها. في حديث شريف آخر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، حديث مشهور، علم دعاء الغريق الذي يدعى به في عصر الغيبة: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. هذا الدعاء يسمى بدعاء الغريق، علمه الإمام عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه
لا أحد أكابر الفقهاء من أصحابه، عبد الله بن سنان شخصية مرموقة جدا. يقول عبد الله بن سنان: فقلت يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. الإمام قال له ماذا قل؟ قل يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هو أضاف كلمة الأبصار، قال يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. يقول: فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني حتى في هذه الأمور الله مقلب القلوب والأبصار، هو الإمام قال نعم الله مقلب القلوب والأبصار، ولكن علمتك شيئا التزم. يعلمه الانضباط حتى في المستحبات، حتى في شيء مع أنه الله مقلب القلوب والأبصار، الكلمة ليست خطأ ولكن أنت لا تعرف، انضبط التزم تقيد. قلت لك قل يا مقلب القلوب، لا تزد كلمة. هذا محرم يضيف كلمة؟ لا، ولكن التزم. التقيد الالتزام حتى في هذه الأمور، ناهيك عن الواجبات والمحرمات. البعض لا يهتم بما يحدث في الدين، لا يهتم بخدمة الدين، لا يهتم بالسعي لهداية الناس. البعض هكذا، البعض هذاك تفريط، والبعض إفراط، يريد أن يخدم الدين ولو بوسيلة وبواسطة عصيان الله عز وجل. من قال لك؟ تتمكن أن تخدم دين الله بطاعة الله، اخدم دين الله وتتمكن. طبعا هذه حجج شيطانية، لا أتمكن إلا بالمعصية، لا، غيرك صنع وتمكن، أطاع الله عز وجل وهدى الناس. أهم أو إحدى أهم الكلمات في الدين الانضباط. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتباع، يعني تقيد. النبي صلى الله عليه وآله قال تصلون صلاة الظهر 4 ركعات، في السفر قال تصلون صلاة الظهر 2 ركعات، خلاص. لا، نريد أن نعبد الله عز وجل أكثر. سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله العصاة. إن شاء الله هذه الكلمة لا تنطبق علينا. الانضباط والطريق إلى الانضباط، هذا جانب آخر. لعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا أن نقف عند هذا الجانب. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات خاتم الأنبياء وأهل بيته الطاهرين، ببركات مولانا وسيدنا بقية الله العظيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا، وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك كلها، إنك مجيب الدعوات وأنت أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.